السلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم دائما مزيانه، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم بجوج ديال الطرق لتحضير البطاطا. الطريقه الاولى كسلطه بارده، والطريقه الثانيه كمرافقه للمشويات او المقليات. صراحه جوج ديال الطرق كيجيو لذاد بزاف وساهلين في التحضير. المهم للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كتحتاجو بطاطا صغيرة بهذا الشكل هذا، كتسلقوها وتقشروها. في حالة إلا ما لقيتوش هاد البطاطا الصغيرة، خدو البطاطا الكبيرة غي نتوما قطعوها طروفة كبار شوية، يكون بحجم 2 سنتيمتر، جوج ديال السنتيمترات، ولكن ما تسلقوهاش بزاف لحقاش مازال غيتباع الطياب. القزبر المعدنوس، عصير الحامض كيبقى اختياري، تومة، الملح، البصلة تكون مشلضة، الهريسة تاهي اختيارية، الحامض مصير مقطع رقيق، البزار، التحميرة والكمون. وزيت الزيتون. هنا كناخدو شي كاسرونه ولا كاميله كيف ما كانت، كنضيفو زيت الزيتون، البصله، الثومه، الحامض مصير، وكنخليو داكشي كيتشحر على نار متوسطه. من بعد كنضيفو الهريسه وكنضيفو العصير ديال الحامض، انا عندي كونجلي. ملي كيتشحر داكشي شويه صافي كنضيفو التوابل. التوابل ما تضيفوهاش في الاول حقاش غادي تحرق ليكم. ملي كتشحر هذيك لاصوص ديالنا كنضيفو البطاطا وكنبقاو نقلبو فيها بهذا الشكل هذا لمدة 10 دقائق. نسوطيوها بهذا الشكل، نسدو عليها، من بعد عاوتاني نقلبوها واحد شوية وها هي وجدات. اما بالنسبه للسلطه ديال البطاطا اللي كتقدم بارده، كنحتاجو البطاطا مسلوقه مقطعه بهذا الشكل هذا 1 سنتيمتر، القزبر المعدنوس، المايونيز، البصله مقطعه رقيق بهذا الشكل هذا، الكمون، البزار، الطون، البيض مسلوق، والملح، وزيت الزيتون. هنا كناخدو البطاطا كنزيدو عليها التوابل، كنديرو التوابل هما الاولين باش يدخلو في البطاطا، البزار، الكمون، الملح
وزيت العود باش كتشرب هذاك المذاق ديال التوابل. من بعد القزبر والمعدنوس، من بعد البصله، وعاد باش الطون. تبعوا غير الطريقه ديال الفيديو، عرفتي راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. بالنسبه للمايونيز انا غنخليها حتى الاخر، يمكن لكم تخلطوها مع السلطه حتى هي كتجي زوينه، ولكم الاختيار. بالتالي من الوجدات السلطه ديالي وضعتها في واحد الطبسيل بهذا الشكل هذا، كنحك عليها البيض المسلوق وكنزوقها بهذاك الشيء اللي عندي في الدار، سواء كان زيتون كحال او المايس اللي هي الذره. هنايا وضعت المايونيز وزوقت بهاد ليجير مادو. ان شاء الله هاد ليجير غنخصص فيديو نوريكم كيفاش كنبت هاد النباتات هادو. هادوك الحمرين سميتهم ليجير دو بيتراف، الزريعه ديال الباربا كتنبت، والاخرين ليجير دو غادي اللي هما الزريعه ديال الفجل الصغير الاحمر. وبالتالي كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك وبالتعاليق الزوينه، لحقاش كتحفزني باش نزيد مازال لقدام. شكرا للمتابعه، الى فيديو قادم ووصفه جديده تكون احسن من هذه ان شاء الله. بالسلامه عليكم.